السلام عليكم. لن تصدق ما فعلته فتاة وشابين في ولاية بورجبوريريج. وقاضي التحقيق يأمر بإيداع عمران السجن المؤقت. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. تمكنت العناصر الأمنية في ولاية بورجبوريريج مؤخرا من توقيف فتاة وشابين كانوا على متن سيارة سياحية، وقامت مصالح الأمن بعد ورود معلومات إليهم بترصدهم بوضع نقطة مراقبة، إن تمكنت من توقيفهم رغم محاولتهم الفرار. ليتبين أن الفتاة والشابين ينشطون ضمن عصابة خطيرة مهمتها ترويج الممنوعات بأحياء وشوارع مدينة اليشير بذات الولاية، وتم تقديم أفراد العصابة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة المنصورة، والذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت لغاية الفصل في قضيتهم.